علوه حضارتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أسعد الله صباحكم ومساءكم أينما كنتم وحيثما كنتم في كل مكان وفي أي مكان من بقاع الدنيا وهذه الأرض الطاهرة في شتى بقاع العالم. مرحبا بحضرتكم في لقاء يتجدد من برنامجكم في رحاب الأزهر. الليلة بإذن الله تعالى ندور حول دعاء عظيم، ألا وهو اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. حسن الخاتمة من الأشياء التي يتمنى كل إنسان في العالم أن يصل إليها، لكنها ليست بالتمني وإنما بالتعب والجهد والمشقة، فقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. تابعونا في هذه الحلقة مع هذا الكلام المهم والأهم والذي سنأخذ منه أمثلة واقعية من أرض الواقع ومن هذه الدنيا التي نعيش فيها الآن. يطيب لي بل يشرفني أن يكون معي اليوم شخصين عزيزين، مش عايز أقول ابنين من أبنائي لأن هم فعلا ابنين من أبنائي، وبرضه مش عايز أقول من تلامذتي لأن هم حبايبي وأصدقائي وزملائي، لكن يعني جيل ورا جيل بيسلم راية في راية بنوصل الدنيا والرسالة. اكتشاف المواهب جزء مهم من برنامج في رحاب الأزهر. معي ومعكم اليوم فضيلة القارئ والمبتهل الشيخ أبو بكر طه حسين رشوان. أهلا وسهلا يا مولانا، الله يبارك فيك، شرفتنا ونورتنا، أول مرة تطلع معنا منورنا، ربنا يكرمك يا مولانا. ومعي ومعكم ضيف ليس بجديد وليس لأول مرة، وإنما هو ضيف دائم على هذا البرنامج ومن أبنائنا وإخواننا الذين نعتز بهم ونعتز بحسن تلاوتهم واستعدادهم وشغلهم على أنفسهم، وهو من القادمين إلى الساحة الإعلامية بقوة كما أراد أن يخبرني قبل دخول الهواء، وقال لي إن احنا دائما نتذكر هذه الكلمات وتسكن في وجداننا الشيخ محمد جمال القاضي. أهلا وسهلا مولانا، أهلا بحضرتك، شرفتنا ونورتنا، منورنا والله بجد، فرحان بيكم وفرحان بزملائكم، وإن شاء الله دايما كده أشوف تقدم ونجاح ملموس وراية تسلم من جيل إلى جيل. الله يحفظكم يا رب. حسن الخاتمة من الأشياء الثابتة التي يبحث عنها كل إنسان، أي إنسان في الدنيا عايز ربنا سبحانه وتعالى يختم له بخاتمة السعداء، وعاوز الخاتمة بتاعته تكون خاتمة سعيدة. في الأيام القليلة الماضية عشنا وتعايشنا مع جنازة لرجل أعمال مصري معروف وشهير، جنازة الحاج محمود العربي ابن قرية أبو رأبة في المنوفية. هذا الرجل الذي ترك بصمة عالية، والحقيقة أنها ليست كانت لم تكن جنازة رجل أعمال وإنما كانت جنازة أعمال رجل. الجنازة دي ذكرتني بجنازة سابقة مرت علينا، جنازة المهندس صلاح عطية ابن تفانة الأشرف، كان رجل أعمال برضو وبرضو كان ترك أثر وبصمة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما عرفش ليه تذكرت مع جنازة المهندس صلاح عطية والحاج محمود العربي تذكرت جنازة إمام الدعاء سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي، وجنازة سيدنا الشيخ محمد متولي الشعراوي كان فيها مولانا الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم حفظه الله وبارك في عمره، كان يسعى فيها ويحمل على كتفه ويعني يودع مولانا إلى مثواه الأخير بالحب والكلام الطيب. هذه الجنائز تذكرنا بقول الإمام أحمد لما قال لأصحابه قولوا لأهل البدع بيننا وبينهم الجنائز، أو بيننا وبينكم الجنائز. ليه؟ لأن الجنازة من الأشياء التي تدل على حسن الخاتمة ومن العلامات الدالة على وداع الإنسان لهذه الدنيا، بأنه الإنسان لما بيودع الدنيا بيلاقي ناس كتير جدا رايحة تصلي عليه وتبحث في أخذ الأجر والثواب وفي أن تهب لهذا الرجل الدعاء ويستغفرون له ويدعون له ويترحمون عليه. والحقيقة الحصيلة دي مش حصيلة سهلة ومش موضوع سهل، ده الموضوع اللي هنبحر فيه النهاردة ونتكلم فيه. لكن تعالوا بينا قبل ما نبدأ اللقاء ندخل سويا مع رحمات القرآن تتنزل علينا أنوار القرآن، نستمع إلى أي من الذكر الحكيمة له على ما سمعنا فضيلة القارئ والمبتهل الشيخ أبو بكر رشوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق أحسنت يا مولانا، طيب الله الأنفاس، فتح الله لك. مولانا قرأ قصة من القصص الجميل للأنبياء، قصة كيف تتنزل الرحمات. سيدنا أيوب قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سيدنا يونس عليه السلام قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وربنا عقب على هذين النبيين وقال فاستجبنا له. لكن في سيدنا يونس قال ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الإيمان بينجي، علامات الإيمان تظهر في حياة الإنسان، وعلامات الإيمان تظهر في حسن الخاتمة. الحقيقة لما ضجت السوشيال ميديا بخبر وفاة واحد زي الحاج محمود العربي بدأت أندهش. الإعلاميين بيتكلموا والرياضيين بيتكلموا والناس العوام بيتكلموا والناس الصناعية بتتكلم والناس اللي ليها مصلحة بتتكلم، وبدأت تخرج قصص ومآثر وخبيئة وخبايا كان يصنعها ما بينه وبين الله في الصناعية اللي بتشتغل معاه، في الناس اللي رايحة تسأل على شغل، في الواحد اللي مقدم سي في عنده عشان يسأل على شغل، وكله بدأ يشهد بشهادته. ستكتب شهادتهم ويسألون. خد بالك لما ربنا اتكلم عن هذه الأمة قال وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. يبقى ألسنة الخلق أقلام الحق. الناس مش هتتكلم كده من فراغ، لأنه أقلام الحق تكتب وتسطر ما بذل هذا الإنسان. شفت له أنا أحد اللقاءات التلفزيونية وهو بيقول ما بحبش حد يقول كم واحد بيشتغل عندك، ولكن بحب أي حد يقول كم واحد بيشتغل معاك لأننا شركاء نجاح. أنا بلمس هذه الحكاية
لما اقعد في المكان اللي انا بشتغل فيه دلوقتي واشوف اخويا اللي واقف ورا الكاميرا يصور واخويا اللي واقف جوه في الكنترول يخرج وحبيبي وزميلي وصديقي اللي كان واقف يعمل الاضاءه ولسه بيقول لي حييني بقى على الهوا محمد عاطف واخويا وصديقي بتاع الصوت كل الزمايل كلنا شركاء نجاح كلنا بنطلع حاجه واحده علشان نخرج على المشاهد بمنتج في لوكيشن وفي اضاءه وفي صوت وفي كاميرا وفي اخراج وفي كذا لكن نشترك في هذا النجاح. صحيح ان ممكن يكون انا واحد بس اللي ظهر قدام حضراتكم لكن وراه مجموعه كبيره بتشتغل وهكذا اي انسان في الدنيا كل زوج في بيته وراه زوجه وراه انسان وعلشان كده كان الحكم يقوله واعلم ان كل رجل وراه ابوين عظيمين جليلين مربيين. الراجل قال عن نفسه انه لما تربى في الكتاب اثر فيه القران والكتاب اثر فيه وفي معاملته مع الناس وبدا يتعامل في معاملته مع الناس بدا يتعامل بمعامله الكبار معامله راقيه جدا معامله فيها نوع من انواع التواضع والسمت الحسن واللين والصبر والهدوء. ما هو مولانا لسه بيقرا لنا ايتين اتنين مقطع كده قصير ثلاث اربع ايات فيهم الرحمه وفيهم اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين وفيهم استجابه الدعاء وفيهم ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فيهم تسبيح وفيهم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وخوف من المرض وخوف او قلق من او توجس من المستقبل. فطمأن المولى سبحانه وتعالى هذه الانسانيه بهذه الكلمات أني مسني الضر. يبقى عجبت لمن ابتلي بالمرض كيف يغفل عن قول الله تعالى أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. عجبت لمن ابتلي بالكرب أو الخوف كيف يغفل عن قول الله سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عندك دلائل في القرآن عندك طريق تروح فيه ربنا سبحانه وتعالى. طيب تعالى كده نرجع ورا شوية بالذاكرة لوفاة مولانا إمام الدعاء. كانت جنازة مهيبة الحقيقة أن الرجل ده لما انتقل لم يجود الزمان بمثله من العلماء إلى الآن من يجدد للناس في خواطر التفسير وفي كلماته الرنانة البليغة اللغوية البارعة الدقيقة العامية اللي بوصل لكل الناس كأنه يحبر القرآن يصل بلغة القرآن إلى الجميع. خد بالك القرآن يعلم ساكن الصحراء ويعلم عالم الفضاء ومولانا جمع بين الاثنين يوصل الرسالة لده ولده وللعالم والأستاذ وللرجل الفلاح البسيط وللرجل الصنيعي اللي لسه ما يدركش أدوات الفهم الاستنباط والدليل ولكن عايز كلام سهل وميسور وهكذا. جنازة واحد زي مهندس صلاح عطية اللي كان بيتاجر مع الله سبحانه وتعالى وقال احنا نعمل شريك معانا وهو الله سبحانه وتعالى ووضع هذه الشراكة الى ان انتقل ومات وحول قرية تفاهن الاشراف في محافظة الدقهلية من قرية صغيرة الى شكل المدينة واكبر فيها جامعة الازهر فرع جامعة الازهر قسم البنات كلية الدراسات الانسانية وكلية التجارة وفيها فرع كلية الشريعة والقانون وفيها فرع يعني افرع كثيرة للجامعات والمعاهد الازهرية والمدارس والكتاتيب والاعمال الخيرية واول من فصل زي ازهري للاطفال الصغار وعمل سمت للشكل الازهري في القرية وحول من قريته وانتقل إلى قرى مجاورة إلى محافظات بعيدة وبدأ يروح الصعيد ويروح هنا واشتغل واستثمر في التعليم وفي العلم واستثمر في العقول. فكانت الجنازة مثل ما شاهدنا أو نشاهد يعني حسن الخاتمة أشياء تصنع رسالة يصنعها الإنسان صفحات يسجلها الإنسان ويكتبها تاريخ يسطره الإنسان بأقلام أعماله وهو في حياته. تعالوا بينا نخرج من الإطار ونروح نشن في الأذان كده بمقطع من المدائح والابتهالات مع مولانا الشيخ محمد جمال القاضي ونعود لنكمل الحديث. يا سيد الكونين جئتك قاصدا أرجو رضا قاصدا أرجو رضاك
وبحق جاهك إنني بك مغرم والله يعلم أنني أهواك النبي صلى عليه اللهم وسلم وزد وبارك عليه. والله يعلم أنني أهواك محبة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنلتقي حتما، سنلتقي كل من حسنت معهم الخاتمة حتما سيجتمعون مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. كل من اجتهدوا في هذه الدنيا كانت لهم خبيئة وكانت لهم صنائع معروف، لأنه هو اللي علمنا صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وعلمنا كمان صانع المعروف لا يقع وإن وقع وجد له متكأ، وعلمنا كمان أنه جبر الخواطر عبادة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غرس فينا هذه العبادات الغائبة، عبادة الابتسامة، عبادة جبر الخواطر، عبادة إماطة الأذى عن القلوب، عبادة قضاء حوائج الناس، كل العبادات التي نحتاج إليها في هذا الزمان مع انشغالنا ومع كثرة تقدم التكنولوجي والحداثة المعاصرة، لكننا نحتاج إلى هذه الأشياء التي تأخذنا إلى حسن الخواتيم. وحسن الخواتيم دايما يجي بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمنى أن يختم له بخاتمة السعداء فليكثر من الصلاة والسلام عليه يوميا، لحظيا، وقتيا، في كل حال، في كل لحظة، في كل حلقة، في كل صلاة، في كل جلسة، في كل دعاء، في كل حل، أي حاجة يقدمها في الدنيا، في كل أثر يترك صلاة وسلام على سيدنا وسندنا صلى الله عليه وسلم، يترك بصمة، يترك أثر. عايزين نشتغل، عايزين نسطر للدنيا كلمات من أحرف نورانية نتركها في هذه الحياة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثرهم. سيدنا النبي يقول لنا إيه؟ ستكون فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، والعكس، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه بقى؟ لأنه الدنيا هتتملي بالفتن والشهوات والشبهات، لكن العاقل الذكي والمؤمن الفطن هو الذي لا يقع أمام هذه الفتن، وإنما ينجو ويحفظ نفسه ويصون الجسد والعقل والفؤاد والروح بالذكر والشكر والحوقلة وكثرة الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. والذي يتخطى هذه المحن وهذه الفتن هو الذي يبحث عن خاتمة السعداء بقضاء حوائج الناس والتيسير على الناس واللين مع خلق الله والابتسامة أمام الخلق
ومعاملة الخلق معاملة طيبة. سيبك من الأمثلة اللي تورثناها خير ان تعمل شر ان تلقى والكلام ده، أبدا، خير ان تعمل أجرا تلقى، عمر ما تلاقي شر. شر إيه؟ مين اللي علمك الكلام ده؟ اللي علمك الكلام ده غلطان. الخير اللي هتعمله هيبقى وهيكون أهو. الناس عملت الخير وعاشت في هدوء وعاشت في سكون وانتهت بهم الحياة إلى مثواهم الأخير فانتقلوا. راجل بيشوف بعد ما مات بأسبوع البلد كلها طلع عند المقابر تزور، وخد بالك إن الأرواح تفرح بهذه الزيارة وتتباهى بين الأرواح، كل الناس دي جياله علشان تدعيله وعلشان تترحم عليه. وده مش جاي من فراغ، ده جاي من أعمال خالدة خلدها بذكره وشكره وأثر النعمة التي حدث بها أمام الناس. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأما بنعمة ربك فحدث. في الوقت اللي واحد يقولك لا 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 لا، ما تقولش حاجة لحد، استخبى، سيبك من الناس، ما تعملش حاجة لحد، مالكش دعوة، امشي في حالك، خليك بعيد، خليك جنب الحيط، خليك جوه الحيط، ويفضل يورثك بعد وانشقاق عن لا، اقضي حوائج الناس، هتتعبك شوية مش مشكلة، ستلاقي الأثر، ستترك الأثر، ستفرح في قبرك وأنت تكبر بخاطر الناس. من عاش بين الناس جابرا للخواطر أدركته عناية الله حتى وإن كان في جوف المخاطر. يلا نسمع مولانا الشيخ أبو بكر رشوان، ومولانا الشيخ أبو بكر من أبناء الأعزاء وأصدقائي الأحبة، وهو أول مرة يخرج معي على الشاشة، فعشان كده عايز أدي له مساحته علشان يعني يعبر لنا عما بداخله من موهبة. تفضل يا مولانا. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل من صلى عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات من صلى عليه. النبي أهل الهوى، الله الله، النبي مدحو دعوى، النبي أهل الهوى، الله الله، النبي مدحو دعوى، كلكم أولو سوى صلوات الله عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل من صلى عليه. النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين، النبي يا حاضرين اعلموا صلوا عليه. النبي صلوا عليه. سيدنا الحسن سيدنا الحسين للنبي ريحانتين، سيدنا الحسن سيدنا الحسين للنبي ريحانتين، نورهم كالقمرين جدهم صلوا عليه. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل من صلى عليه. اللهم صلي صلاة الرضا والكمال والجمال والجلال على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله. بركات الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تكتب للإنسان خاتمة السعداء فيبتسم. خد بالك أنه كثرة صلاة الناس على الإنسان في وقت الجنازة أمر مهم جدا وشاق جدا ومش سهل، لأنه رزق، رزق زيه زي الفلوس، زي العربيات، زي الشقق، زي أي حاجة في الدنيا. لأنه من أعظم الأشياء أن يتمنى الإنسان أن يكثر عدد من يصلوا عليه صلاة الجنازة ويتوسلوا إلى الله
لأنه من يصلي الجنازة يشفع، هو له الأجر صحيح، له أجر قيراط مثل جبل أحد، واللي بيمشي في الجنازة كمان ويوصل الميت إلى القبر له قيراطان، لكن الميت ينتفع بهذه الأعداد، ينتفع بهذه الدعوات. ولذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الصحابة ويقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. بمجرد قفل باب القبر على الإنسان ويظلم القبر يبدأ الملكين في السؤال وعرض الأعمال على الإنسان، من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم، ثم تعرض عليه سجلات الأعمال على مد البصر ويرى بصرك اليوم حديد، ويقرأ ويطلع ويسمع، ألم يأتيك رسولي فبلغك وأعطيتك مالا وأفضلت عليك، نعم يا رب نعم يا رب، حدث، فماذا قدمت لنفسك؟ وإينا بقى عملت لنفسك إيه؟ جيت لربنا بإيه؟ إيه البضاعة اللي أنت استثمرت فيها في الدنيا؟ هل استثمرت في الأشياء النافعة؟ أم استثمرت في الأشياء الغير نافعة بل الضارة؟ هل تركت لنفسك صدقة جارية أم السيئة الجارية؟ لأنه زي ما في صدقة جارية زي ما في سيئة جارية، في إنسان بيسن سنة سيئة وله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وفي إنسان يعمل أو يسن سنة حسنة وله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فاختر لنفسك، أنت بتختار الطريق، وأنت بتختار الطريق وبتشق طريقك وأنت رايح لربنا سبحانه وتعالى في طريق السير إلى الله، يجب عليك أن تنظر إلى الآخرة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لو طلعت حد من اللي دخل القبور من سنة أو اتنين أو تلاتة أو عشرة أو مية أو حتى ألف، تقول شفت الدنيا إزاي؟ هيقول لك يوما أو بعض يوم، يعني ما مع أنه يوم القيامة إحنا لما نتكلم عنه الوقت بنفكر أنه بعيد، إنهم يرونه بعيدة ونراه قريبة يوم تكون السماء، إلى آخر الآيات. المفروض الإنسان يفكر في بكرة، لأنه مهما جمع من هذه الدنيا سيكون في يوم الأيام مجرد ذكرى، مجرد اسم يطرح على الناس، كان في الدنيا واحد اسمه كذا، خلاص في بداية فراقه يبكي الناس عليه والمقربين والأحباب والولاد والأبناء والإخوة شوية، وبعد كده كل حاجة بتتغير. بعد البكاء بساعتين ثلاثة بيبدأ كل واحد يروح مكانه، تبدأ الناس ترجع لوضعها الطبيعي، تتغدى، تحلق دقنها، تلبس هدومها، تمارس حياتها الطبيعية، خلاص كان هنا وخد دوره في الحياة ومشي. بل في بعض الأحوال لما حد بياخد دوره من الحياة 60-70 سنة يقول لك أنا ما ماتش عريس، يعني مات وعاش وأكل وشرب واتجوز وخلف وعمل كل عاوزه ومشي، مات خلاص بقى، يعني خد دوره، مش هياخد زمن وزمن غيره. هذه الكلمات نسمعها، لكن يبقى أثر الإنسان إن غرس وإن زرع فسيلة من أعمال الخير وترك بصمة في قلوب الناس وترك أثرا في أعمال الناس، عمل صالح يكون له صدقة جارية. بالمناسبة أفضل الصدقات الجارية اللي تعملها أنت وانت حي، استناش لما تموت الأول بعدين يقولك من فلوسه نطلع، لأنه اللي من فلوسه نطلع ده لو هو مليونير أول يوم يموت بتلاقي ولاده يجتمعوا عايزين نعمل لبابا صدقة جارية، احنا نبني مستشفى، احنا نجوز أيتام، احنا نعمل كذا، بعد ما يهبطوا كده يوم والتاني، طب احنا ممكن نشارك في بناء جامع، كمان يومين ثلاثة شهر اتنين، طب احنا ممكن ندفع كده قرشين نجيب طوب، كمان شهر اتنين طب احنا ممكن نجيب تلاجة كده على اي طريق، كمان شهر اتنين احنا نجيب كل من كده نحطه على اي كرسي وخلاص، او نجيب شوية وصاحف ونوزعها. ودي طبيعة الحياة، طبيعة حب الدنيا في قلوب الناس، لانه وقت الفراق بتبقى الدنيا صعبة شوية والكل حزين وزعلان ونفسه يعمل له حاجة ويصوم عنه ويتصدق عنه ويزكي ويترك الزكاة، وبعد كده لا يموت يبدأ كل واحد يفكر بقى إرثي فين، وزوجتي هتقول لي على الإرث بتاعي، وده زوجها هيقول لها على ورثك من إخواتك، ونبدأ ندور ونفكر ونخطط، وكل واحد ينشغل بالدنيا وكل واحد عاوز يمسك في إيده المتروك وما اللي جاي وسدد اللي عليا وأعمل لولادي وأفكر وهكذا. تأخذنا الحياة، لكن أعني علي فإني عدوي وأنت عليم بكل الخطايا، أعني علي فإني عدوي وأنت عليم بكل الخطايا، يا خالق الروح إن الروح متعبة فمن إلهي على المكلوم بالفرج. أنا عايز أعمل حاجة جديدة في البرنامج بتاعنا ونسمع دويتو إنشاد ديني، لأن يعني إحنا بنسمع دويتو غنائي
دويتو فرح. قليل الاول لما نسمع دويتو انشاد ديني. عايز النهارده اخد من الشيخ ابو بكر رشوان والشيخ محمد جمال القاضي دويتو كده من الانشاد الديني والابتهالات الدينيه، حاجه كده يطلعها لنا هما الاثنين مع بعض. جاهزين؟ ان شاء الله. يلا اتفضل. مولاي كتبت رحمة الناس علي فضلا وكرم، مولاي كتبت رحمة الناس علي مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم، مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم، فالمرجع والمآل والكل إليك عرب وعين، ما لي عمل يصلح للأرض عليك بل صار فرمز لي ووقفتي بين يديك، إن زلنا قدم. دي اسمها ايه بقى؟ موشحات؟ موشح. ده موشح. موشح مولاي سيدنا الشيخ طه الفشن. رحمه الله رحمة واسعة. يعني اختيار صعب ودقيق وفي حتة مهمة، وبتذكر الناس دائما بلحظات جميلة مع لحظات رمضانية ولحظات إنسانية وجدانية تبث في القلوب. أجمل حاجة في الدنيا معايشة القرآن ومعايشة الذكر والمدائح النبوية. أصل الناس فاكرة أن أنت عشان تعيش وتسطر ملحمة تاريخية أو تاريخ منور معناه أنك أنت تترك الدنيا وتلبسش كويس وما تعيش كويس. لا والله، الدين بيحب الحياة. البس كويس وعيش كويس وعمر وابني وخطط وقرر ونفذ وافتح بيوت ناس. مش مطلوب منك تزهد وتقعد في الجامع وتصلي بالليل وتصوم بالنهار. سيدنا النبي رفض ده، بيرفض ان الانسان يقعد يقضي حياته كلها عبادة شعائرية. لا، في عبادات اخرى كثيرة. قضاء حوائج الناس، افتح للناس طرق وابواب خير. وبدل ما تكون انسان بسيط بيفكر انه يخلص تعليمه ويبقى موظف ويتوظف في حتك، لا، فكر انك تعمل مؤسسة كبيرة وتشغل ناس عندك وتفتح بيوت وتفتح ابواب خير. يعني انا كل ما اقرأ في هذه السير وهذه التواريخ وهذه الاشياء الاقي نفسي بنبسط جدا. ليه؟ انت قدام ناس بدأت من صفر، من حد صغير بمحل واحد بدأ يكبر وينمي ويعمر، بدأ يبقى عنده آلاف من العمالة والإدارة والفنيين والمهندسين، وانتقل بفكره من شارع صغير في القاهرة إلى مكان كبير، إلى دولة أخرى ينتج فيها، إلى تصنيع، إلى أشياء إلكترونية، إلى منافسة عالمية. يعني نماذج تستحق الوقوف معها. مولانا الشيخ الشعراوي من خطيب أو واعظ في دقدوس في الدقهلية، قرية صغيرة، ينتقل إلى القاهرة، ينتقل إلى وزارة الأوقاف، إلى مشيخة الأزهر، يملأ المساجد، ينتقل إلى دول عديدة، يروح الجزائر، يروح السعودية، يملأ الدنيا علم، جامعة أم القرى، المسجد النبوي، يبدأ يشتغل ويعمر ويملأ الدنيا خير وثراء.
يتحدث باستقراء للأحداث، يتحدث عن السائر الحق كأنه كان معنا في 2010 وما كان ميت ووراه الثرى، ولكن كلمات تأتي نموذج يحتذى به بعد مثلا 12 سنة من وفاة الشيخ. يقول لك الثائر الحق هو الذي يهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد. يعني عايزك تحط خطة استراتيجية. هو يتحدث عن أشياء كثيرة جدا تحاكي الواقع والزمان، علم كأنه العلم اللدني، كأنه العلم الموهوب، كأنه علم استقراء الحدث، علم ما سيأتي بعد. وثم نكتشف الله، هو الرجل ده كان معانا، أيوة كان فكره منور، كان عنده رؤية، كان عنده استراتيجية. لما تيجي تقرأ للشيخ الغزالي النهاردة تحس إن الشيخ الغزالي عايش معانا، بيقرأ معنا الأحداث، يتحدث عن الدعاء والدعاء الجدد، ويتحدث عن الدعوة إلى الله بشكل فيه نوع من أنواع الاستنباط والفهم واستقراء الأحداث لمستقبل. عيش كده، عيش كده، فكر اللي جاي. كل واحد فينا مطلوب منه يحط خطة استراتيجية لثلاث سنين والخمس سنين والعشر سنين جايين. يا شيخ أنا مش ضامن أموت بكرة، وما تدري نفسه ماذا تكسبه غدا، بس مطلوب منك تخطط لرؤية مستقبلية زي ما سيدنا يوسف عمل. تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فزروه في سنبله، ثم أتم بعد ذلك سبع شرير يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا، ثم أتم بعد ذلك عام، يعني 15 سنة. اتكلم عن 15 سنة جايين. لما خلص ال 15 سنة طلع بمصر، وتدور الأيام، ويأتي الإخوة من بلاد الشام من هناك في كنعان حتى يأخذوا منه القمح. قولوا له يا أيها العزيز إن لما فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن نراك من المحسنين. يا سلام، خد بالك، تصدق علينا وأحسن إلينا، ويطلبوا منه إن أنت يعني ادينا، أعطنا مما أعطاك الله. بعد 30 سنة قصص وعذاب، وقوع بير، اطلع تاني من البير، روح بيت العزيز، انزل من بيت العزيز على السجن، اطلع تاني من السجن، خش القصر، اطلع من القصر، خليك رئيس وزراء، خليك عزيز دنيا. ثم يختم في النهاية بآية جميلة جدا عايز اختم بها الحلقة. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. اسمع سيدنا يوسف بيقول ايه، صل على الحبيب وانتبه ليا بالله عليك. انت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. ياه، بعد ده كله، بعد ملك وانتصار وعزة وسجود من اخواته وربنا رجع له كل حقوقه، والخليل يقول ايه، ولا تخزيني يوم يبعثون، رب هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلح قلبك، سلم عقلك، سلم حياتك، نور طريقك، افتح صدرك للخير، مد إيدك، اعطي، امنح. اللي بتعمله النهاردة بقي لك خير ان تعمل اجرا تلقى، سيبك من الناس اللي بتقولك شرا تلقى، لا مفيش حاجة اسمها كده، كل خير هتعمله بقيلك وقاعد ومستقر ومكتوب ومسجل، وستفرح به عند لقاء المولى سبحانه وتعالى. رحم الله من ماتوا وتركوا الأثر، رحم الله من جبر بخاطر الناس، رحم الله كل إنسان قدم لهذه الحياة وأنتج وعمر الدنيا بالدين، رحم الله من تفقهوا وعلموا أن الله خلقهم في هذه الدنيا للإعمار، أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، واستغفروه وتابوا إليه وجددوا ونوروا وتركوا أثرا صالحا نفتخر به ونتحدث عنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة. في ختام هذه الحلقة أشكر باسمي وباسمكم فضيلة القارئ والمبتهل الشيخ أبو بكر رشوان، شكرا جزيلا مولانا، وأشكر أيضا فضيلة القارئ والمبتهل الشيخ محمد جمال القاضي، شكرا جزيلا مولانا، وأشكر حضراتكم جزيل الشكر والتقدير، على أمل أن نسعى لأن يرزقنا المولى سبحانه وتعالى حسن الخاتمة.
على أمل التواصل الدائم معنا على صفحتي الخاصة الصفحة الرسمية باسم الشيخ محمود الأبيدي، الصفحة الرسمية على الفيسبوك. تواصلوا بأسئلتكم واستفساراتكم وتوجيهاتكم ليتسنى لنا الرد عليها في حلقاتنا المقبلة. وأشكر شركاء النجاح خلف الكاميرات وفي داخل الكنترول وفي الإضاءة وفي الصوتيات. أشكر كل السادة الزملاء الذين خرجوا معنا بهذه الحلقة إلى هذا الشكل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة. من أراد أن يترك في الناس علامة فليقابلهم وعلى وجهه ابتسامة. هذا محمود الأبيدي يحييكم وأقول لحضراتكم في أمان الله، مع السلامة. بالعلم تسامت أمتنا.